السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ مرحبا بكم في مطبخ ام زياد والياس. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه جديده بنينه بزاف. الكاشير بصدر ديال الدجاج كيجي بنين بزاف ورائع، يعجبكم ويعجب وليداتكم. وندوز المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله، عندنا 3 نتاع البيضات، 3 نتاع الفرماجات كما كانوا 30 ولا 40 كما كانوا عندكم. عندي ملعقة صغيرة مملوءة من الملح، ملعقة صغيرة من القزبر اليابس، ملعقة صغيرة من الكمون، كلهم يكونوا مملوئين، ملعقة من الثوم بودرة، إذا ما كانش متوفرة دير واحد جوج الفصوص نتاع الثوم، ملعقة صغيرة غير مملوءة من الإبزار فلفل أسود، ملعقة صغيرة مملوءة من بابريكا فلفل أحمر تحميرة. عندي كاس الزيت مملوء نتاع كاس العنبة، ديره ما بين زيت المائدة وزيت الزيتون، مخلطين. نصف كأس من الدقيق أبيض طبعا. عندي هنايا صدر ديال الدجاج، دجاجة نص ديال الصدر ديالها، نص عفوا هاديك هي الصدر ديال الدجاجة، حيت بها النص ديالو، تبقى كمية قليلة لا بأس بها. غادي نجيب في الأول هاد الصدر نتاع هاد الدجاجة، غادي نجيب الخلاط الكهربائي نطحن هو الاول فيها، حيت خصو يكون مطحون مزيان باش ينجح معنا الكاشير ديالنا. بسم الله. من بعد ما طحنتو شوفوا كي ولا داير بحال الكفته. من الاحسن ما تشريوه الجاهز، جيبوه للدار حيدو الصدر ديال الدجاج وطحنوه. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو البيضات، إلا كانو بيضات كبار، إلا كانو صغار ديرو 4 نتاع البيضات. نجيب الفرماج، نضعو 3 القطع نتاع الفرماج. عفوا هنا نسيت ما ذكرت معكم الضمن تاع البنه تاع بكري ولا غنمي اللي عجبكم اللي كان متوفر في البيت، ماشي مشكل. غادي نوضع الزيت، وغادي نوضع هذيك الكميه ديال الدجاج اللي طحنا. من بعد غادي نطحن كل شيء في الخلاط الكهربائي ديالنا. من بعد غادي نوضع، من بعد ما تحلي غادي نوضع الدقيق، وغادي نرجع نعاود نطحن كل شيء غيب شويه، لان كيطحن بصعوبه شويه مع داك الدجاج وكل شيء كيتصب شويه ثقيل. من بعد نسيت ما نذكر معكم، بغيت نضيف شويه نتاع الملون الاحمر اختياري، اللي بغى يضيفو ما بغاش يضيفو ما يضيفوش، بغى نضيفو باش يعطي داك اللون الاحمر في الكاشير باش كيجي شويه عطيق المنظر. ونخلط كل شيء مع بعض. من بعد خويته في واحد البول وعرفتي وراني خلطته مزيان باش نتاكد بانه راه كل شيء مخلط، والدجاج بانه راه تطحن مزيان كما كتشوفوا القوام ديالو كي داير. غادي نجيب السلوفان، بحال هكا راني فرشتو، وغادي نجيب كمية من الدجاج من الكاشير ديالنا نخويه. كيجي رائع بزاف وبنين، احسن من الكاشر ديال الزنقه، ما كنعرفوش واش ناكلو. هذيك المره كنت درت معكم الكاشر بلا دجاج بلا لحم، وهذه المره غادي جيت نشارك معكم
الكاشير ملي بالدجاج حتى هو كيجي رائع بزاف وبنين. غلات بزاف غادي نزيد له السلوفان مزيان باش نتاكد باش ما يتحلياش باش يكون كيطيب. واحد التغليفه اخرى على هكا كما كتلاحظوا معايا. دابا قلت لكم ديما نخليه اتساع فين يتنفخ نكحز في الجنب بحال هكا ونعقد الكاشير ديالنا كيتنفخ نخليلو يوسع فين فين يتنفخ تما بحال هكا. نزيدو كاطيه ديالو نزيدو عليه بعد وضعت الكميه اللي بقات عندي بغيت ندير الاختلاف ما بين وحده وحده. اللي كيبغي الزيتون نوضع فيها الزيتون بحال هكا وجبت الفرماج وغادي نقطعو بحال هكا عشوائيا هكا كيجي بنين بزاف. انا شخصيا كيعجبني كندير له هذه الطريقه هذه وتتبع الرائحه ديالو ما نقولكمش كي دايره بنينه بزاف عاد مازال ما طابش فاش يطيب بلا ما نقول لكم ان شاء الله غادي تجربوه ويعجبكم. جوج قطع جوج فرماجات راهم كافيين اللي بغى يدير غير واحده يدير غير واحده واللي ما بغاش ما يديرش اختياري زعما هاد الخطوه اختياريه اللي بغى يديرها يديرها واللي ما بغى ما يديرهاش ما يديرهاش. هكا غادي نسد عليه بحال هكا نزيد له واحد السلوفان واحد اخر باش نتاكد بانه راه مزيان باش ما يتحلياش باش يطيب. هنا الكربنات كما درنا في الخطوه الاولى راكم غادي تكحزوا وتعقدوا باش تخليو اتساع فين يتنفخ وهنا كذلك. من بعد انا وضعته في واحد الكاسرونه غادي نديرو انا درته في البرمه ماشي في الكاسرونه المهم تما اللي كان عندكم. غادي نديرو يطيب 35 دقيقه حتى 40 دقيقه وعاد يوجد لنا ان شاء الله ونتلاقى. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكاشير ديالنا كما كتشوفوا كما كيجي معنا كيجي رائع بزاف. خليته 40 دقيقه وخليته يبرد 3 السوايع في الثلاجه خصو يبرد مزيان باش يشد راسو ويمكن لكم تاكلوه. من بعد هذا الكاشير اللي ما درتش فيه الزيتون وهذا الكاشير اللي درت فيه الزيتون والفخوماج كيجي رائع بزاف ونتمنى تجربوه ويعجبكم. ولأول مره يزور القناه يدير ابوني باش يوصلو كل جديد وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.